عمر، كونك مرجعنا باللغة العربية عندي معلومات صدمتني صراحة. خير إن شاء الله، أخبرني ما الذي صدمك وفاجأك؟ الذي صدمني ودوخني إن في دول أجنبية سكانها يتكلمون عربي أحسن مني ومنك. صحيح، ولكن برأيك لماذا لا تنتمي هذه الدول إلى جامعة الدول العربية؟ حلو جوك، خلنا نعرف الناس بهذه الدول بعدين أقول لك السبب. مثل ما تكلمنا بحلقة سابقة عن دول عربية ما تتكلم عربي، اليوم راح نتكلم عن دول أجنبية بس يتكلمون العربي بطلاقة، رغم أنها ما تنتمي لجامعة الدول العربية. أول دولة هي تشاد. تشاد دولة أفريقية تقع جنوب ليبيا، وعدد سكانها أكثر من 15 مليون نسمة. سكانها مكونين من أكثر من 200 مجموعة عرقية، بس جزء كبير منهم يرجع بأصله لقبائل عربية. اللغة الرسمية بتشاد وحسب الدستور هي اللغة العربية والفرنسية، والإسلام هو الديانة الأكثر انتشاراً، فنقدر نقول أن أغلب السكان يتكلمون بالعربي بلهجة قريبة من لهجة أهل السودان، وأحياناً مع إدخال بعض كلمات فرنسية. قدمت تشاد بعد سنوات طلب رسمي للانضمام لجامعة الدول العربية، بس لليوم لا حس ولا خبر. الدولة الثانية هي إريتريا، دولة أفريقية عاصمتها أسمرة. تشكل اللغة العربية القاسم المشترك بين الشعب الإريتري، وتم اعتمادها كلغة رسمية من قبل مجلس النواب الإريتري. السبب باستخدام وانتشار اللغة العربية بإريتريا هو الإسلام، فبسبب اعتناق أغلب الإريتريين للإسلام هالشي خلاهم يتعلمون ويستخدمون اللغة العربية بحياتهم اليومية. حصلت إريتريا على صفة عضو مراقب بجامعة الدول العربية، واسترفضت الانضمام بشكل دائم للجامعة بوقت لاحق. الدولة الثالثة هي الدولة الحديثة جنوب السودان، واللي انفصلت عن السودان بسنة 2011. يتكون جنوب السودان من قبائل وعراق مختلفة، بس اللغة العربية هي القاسم المشترك ولغة التواصل بين هذه العراق، رغم أن اللغة الرسمية وفقاً للدستور بجنوب السودان هي اللغة الإنجليزية. قدمت جنوب السودان طلب للانضمام لجامعة الدول العربية، بس أكيد تم رفض الطلب لأن أصلاً جنوب السودان انفصلت عن السودان بحجة وذريعة أنهم مو عرب، فشلون يطلبون الانضمام لجامعة الدول العربية بعد ما انفصلوا؟ وأكيد ما ننسى بحلقة اليوم إقليم الأحواز العربي أو عربستان، الإقليم اللي قطعتها بريطانيا من الأراضي العراقية وضمتها لإيران. سكان الأحواز هم عرب ويرجعون بالنسب لأعرق القبائل العربية، ورغم كل الضغوطات والممارسات العنصرية اللي مفروضة عليهم إلا أنهم لليوم متمسكين بهويتهم، ثقافتهم ولغتهم العربية، واللي ظلت اللغة الرسمية اللي يستخدمونها بكل تفاصيل حياتهم. تشاد، إريتريا، جنوب السودان وإقليم الأحواز هم جزء بسيط من المناطق الأجنبية اللي يتكلمون عربي، لكن في غيرها عدد من القبائل والأقاليم خاصة بدول أفريقيا يتكلمون اللغة العربية بطلاقة. وبس الحين كتبوا لنا بالتعليقات إذا تعرفون أي واحدة من هذه القبائل أو الأقاليم، ونشوفكم الحلقة الجاية. مع السلامة.